بعد أن انهينا استعراض أحداث غزوة تبوك، هناك بعض المواعظ التي نقلها المؤرخون وبعض أرباب الحديث، مواعظ وعظها النبي صلى الله عليه وآله المسلمين وهو في تبوك، واخترت لكم ثلاثة من هذه النصوص، والنص الثالث سنقف عنده قليلا باعتبار أن يتضمن مضمون معين حاول أن نناقشه من خلال الروايات التي تتعلق بهذا المضمون. من المواعظ التي ذكرت ما رواه الواقدي في المغازي، ينقل عن رجل وكان رجل من بني عذرة يقال له عدي، يقول: جئت رسول الله صلى الله عليه وآله بتبوك. طبعا المسلمين مكثوا 20 يوم 20 ليلة في تبوك، فكانت مناسبة للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا اللي نأكد عليه دائما ونقول بأن يعني الإنسان الذي يحمل هم الإسلام ما يترك فرصة إلا ويحاول أن يوصل إلى الآخرين شيئا من المواعظ، من التنبيه، من ربط الناس بالله سبحانه وتعالى، بكتاب الله، بإسلامهم، بمنهجهم، بقادتهم. ثم بالتالي إذا كان الإنسان في مثل هذه الفرص يبحث عن مجال للتحدث، فما بالك بمراكزنا الدينية وعلى رأسها المساجد. فالمسجد أساساً فيما ينشط فيه بالإضافة إلى إقامة الصلاة هو جانب الوعظي وجانب إرشاد الناس، وبالتالي يعني ما نشهده للأسف في بعض مساجدنا في الكويت، ومساجدنا محدودة، وأقصد مساجد الطائفة، يعني من إهمال لهذا الدور أو تقصير في هذا الدور، هذا أمر يتحمل مسؤوليته الجميع، سواء المتولي، إمام المسجد، المصلون، أهل المنطقة، جميعهم يتحملون هذه المسؤولية، باعتبار لا يمكن أن نرى هذا المسجد معطل بهذا الشكل. فحياة المسجد لا تقتصر فقط على جانب إقامة الصلاة، وإن كانت الصلاة هي عمود الدين وهي ارتقاء روحي للإنسان وصلة بالله سبحانه وتعالى، ولكن الموعظة لأهمية. النبي صلى الله عليه وآله في سيرته هذا الأمر واضح، بأن كان ينتهز هذه الفرص في مسجده، كان عامر وغير مسجده أيضا. نشوف هنا في تبوك النبي صلى الله عليه وآله يعظ، ومواعظ مختلف. فرأيته على ناقة حمراء يطوف على الناس. تدرون جيش كبير 30,000 واحد ما راح يسمعون كلهم يمكن، أو أن النبي صلى الله عليه وآله في وقت استراحتهم مثلا كانوا، فبالتالي هم متفرقين أقسام كذا، فالنبي صلى الله عليه وآله يطوف عليهم، يقول: أيها الناس، يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي الوسطى، ويد المعطى السفلى. يعني قلت تخيلوا الصورة بهكذا، هكذا شيء، الإنسان من يعطي هذا إيده فوق، واللي ياخذ إيده تحت. يقول فوق الإيدين هذيلة إيد الله سبحانه وتعالى، صورة تقريبية يحاول من خلال هذه الصورة المجسدة النبي صلى الله عليه وآله أن يوصل مفهوما للمسلمين، أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العطاء، الله سبحانه وتعالى يبارك هذا العطاء، الله سبحانه وتعالى لن يترك لكم هذا العطاء أن يذهب سدى، وإنما الله سبحانه وتعالى يده فوق يدك أيها المعطي، وبالتالي الله سبحانه وتعالى سيعطيك من عطائه. أيها الناس، اقنعوا ولو بحزم الحطب. يعني أنت، النبي صلى الله عليه وآله ذكر 3 أطراف، الطرف الثالث المعطى الآخذ، هذا ما مديده إلا لحاجة المفروض، فالنبي صلى الله عليه وآله يقول أيضا هذا الذي يأخذ المفترض إن لمن يمديده ويطلب ويكون صادق في حاجته ويغالب نفسه إلى المقدار الذي يستطيع بأن لا يطلب إلا في وقت الحاجة والضرورة الشديدة، حتى لو كان يقنع بحزم الحطب المفروض أنه يقنع، لكن إذا وصلت الحاجة إلى الحد اللي يحتاج معها فعلا
أن يأخذ العطاء من الآخرين حين ذاك يطلب. هل بلغت؟ ثم يكرر هل بلغت؟ هل بلغت؟ هذه واحدة من المواعظ، ونشوف النبي هو الذي يذهب إلى المسلمين. أيضا الواقدي في المغازي يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. هذا شنو معناه؟ وايد هذه العبارة تتكرر، خاصة في صلاة الجمعة في الخطب. شوف يعني بعض الخطب كذا، الخطباء يكررون هذه العبادة، عبارة إن أصدق الحديث كتاب الله. هني النبي صلى الله عليه وآله يا يعطينا مرجعية، يعني يقول إذا تبي أنت تشوف شنو الكلام اللي تعرضه، شنو الكلام اللي هو صحيح، اعرضه على القرآن، لأنه هو القرآن أصدق الحديث. وبالتالي إذا عندك شيء أنت شاك فيه، المفروض أنك أنت تعرضه على القرآن، سواء كان عقيدة، سواء كان فقه، سواء كان سير تاريخ، سواء كان سيرة النبي صلى الله عليه وآله، سواء كان في مجال الأخلاق، أيا كان. لأن أصدق الحديث معناه مرجعية القرآن الكريم، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم عليه السلام، وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وآله. طبعا لما يقول خير الملل ملة إبراهيم، هو على ملة إبراهيم أيضا، هو سماكم المسلمين من قبل. وخير السنن باعتبار أن الشرائع السماوية تكاملت إلى أن كانت شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أكملها، فهي خيرها. وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، يعني الأمور اللي يصير فيها ابتداع. وأحسن الهدى هدى الأنبياء، أو أحسن الهدي هدي الأنبياء. وأشرف القتل قتل الشهداء، وأعمى الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب وليس عمى العين والبصر، وشر العمى عمى القلب. واليد العليا خير من السفلى، يعني يد المعطي خير من يد المعطى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر الأمور المعذرة حين يحضر الموت. الإنسان يبدأ يعتذر ويتوب وكذا، لحظة الموت وينك من قبل الآن، سواء لله أو للناس. وشر الندامة يوم القيامة، يعني شر الندامة تصير يوم القيامة، أكثر شيء ممكن الإنسان يندم فيه يوم القيامة، يحصل الندم هناك الأكبر. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا نزرا، صلاة الجمعة إلا قليلا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا، يعني من وين لوين يلا يذكر الله. ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب كثير الكذب. وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكم مخافة الله، وخير ما ألقي في القلب اليقين والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية. النياحة اللي هو الجزع عند الإصابة بالموت، بمصيبة عفوا كالموت، بحيث أن الإنسان يصدر أصوات وما شابه ذلك، زين، أو يبكي بشكل كأنه يعني يعلن فيه غضبه على هذا التقدير الإلهي وعدم رضا بذلك. والغلول من جمر جهنم، الغش من جمر جهنم، إذا واحد يغش هو قاعد كأنه قاعد يكتسب من خلال غشه هذا وخداعه هذا، كأنه قاعد يكتسب شيء من جهنم، مو كسب مريح وإنما كسب مؤذي. والسكر يعني المسكر، والسكر كي من النار، والشعر من إبليس، الشعر اللي عادة يكون في مدح للظالمين، اللي يكون تشبب بالنساء، اللي يكون كلام بالباطل، عادة الشعر يكون في هذه الأجواء، قليلا ما يكون الشعر حكمة
ويكون الشعر في الحاق وكذا، غالبا الشعر كان بهذا الإطار. وبالتالي والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، يعني سبب أنه يجمع لك معاصي كثيرة ممكن الإنسان يؤديها حال السكر. والنساء حبالة الشيطان، يعني الإنسان خلي ينتبه، ترى من خلال المرأة من الممكن أن إبليس يسول للنفس بأن يرتكب هالمعصية وهالمعصية. مو بمعنى أن المرأة سيئة، وإنما بمعنى أن هناك شهوات عند الرجل تتحرك من خلال المرأة. بالتالي انتبه، خلي يكون عندك تقوى، خلي يكون عندك عفة، خلي يكون عندك حياء. والشباب شعبة من الجنون، يعني شعبة من الجنون بمعنى تهور يصير عند الشاب، كأنه شعبة قسم فرع من الجنون، بحيث ممكن أنه يتصرف تصرفات لا عقلائية. فخلي الشاب يضبط سلوكه، خلي يقوي جانب العقلي على الجانب العاطفي. وشر المكاسب كسب الربا، وشر المأكل مال اليتيم، إن واحد ينهب مال اليتيم. والسعيد من وعظ بغيره، يعني فتح أذانك، فتح قلبك، تحمل النقد، تحمل اللي ينصحك. والشقي من شقي في بطن أمه، ليس بمعنى أن الإنسان مجبر على هذا، وإنما بمعنى أن الله يعلم أن هذا الشخص راح يكون شقي، كعلم سابق لله سبحانه وتعالى، لا بمعنى الجبر. وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع، مترين يعني، الذراع نصف متر، أربعة أذرع يعني نهاية الإنسان القبر، طوله مترين، خلي ينتبه حق هذا. والأمر إلى آخره، يعني ماشي، ما حد يقدر يوقف بوي الموت. وملاك العمل خواتمه، أهم شيء أنك أنت تصبر على التقوى وتصبر لين آخر شيء، لأن ممكن الإنسان يكون خوش إنسان وبالنهايات يفقد خلاص. والربا ربا الكذب، هذا المقطع ما عرفت له، ما فهمت شنو المقصود منه. والربا ربا الكذب، هل النبي يحذر من زيادة الكذب؟ الربا يعني الزيادة، فهل يحذر من زيادة الكذب أو معنى آخر؟ ما عرفت. وبعض النصوص يعني تختلف في هذا المقطع، لعل بعض الروايات، ما أدري هذا تفسيره شنو. وكل ما هو آت قريب، يعني الزمن بالنتيجة ترى يغافلك، شيء ممكن يغافلك، مهما تحسب أنت هذا بعيد، ترى هو زمن قريب رحيل يوم هذا، فانتبه أنت، خطط لنفسك، لا يلك الموت، لا يلك الموت غفلة، لا يلك المرض اللي ممكن يقعدك غفلة، استغل فرصك، استغل حياتك. وسباب المؤمن فسوق، وقتل المؤمن كفر، وأكل لحمه من معصية الله الغيبة، وحرمة ماله كحرمة دمه. نفس شلون أنت تتوقع دمه، أيضا تتوقع ماله، إن ما تنهب، ما تخدعه، ما تغشه. ومن يتألى على الله يكذبه، هذا اللي يقوم يحلف إن والله فلان بالجنة، والله فلان بجهنم، والله هذا منحرف، والله هذا كذا، زين، بحيث إن تدعي على الله سبحانه وتعالى شيء الله سبحانه وتعالى أنت ما تدري شنو حساباته، مختلفة حسابات. وبالتالي هني أنت تتبلى على الله سبحانه وتعالى وتقسم على ذلك، الله راح يكذبك، الله سبحانه وتعالى راح يكذبك. شلون يكذبك؟ يصير موقف، يصير كذا، يصير كذا، تتزعزع كلمتك هذه. ومن يعفو يعفو الله عنه، تعفو عن الناس، الله سبحانه وتعالى كريم يعفو عنك. ومن يكظم الغيب يؤجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يتبع السمعة يسمع الله به، ومن يصبر يضاعف الله له، ومن يعص الله يعذبه الله. اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، أستغفر الله لي ولكم. هذا الوعظ الثاني اللي نقلوه بعض المؤرخين وأرباب الحديث في هذا المجال. النص الثالث اللي فيه شوية مقطع يعني نحتاج أن نوقف عنده، أيضا يرويه الواقدي في المغازي، قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك، فقام يصلي من الليل،
وكان يكثر التهجد من الليل، عبادة الليل كان يكثر منها وهو في تبوك، ولا يقوم إلا استاك، يعني أول أسنانه يفرشها بعدين يبدأ الصلاة والعبادة. وكان إذا قام يصلي صلى بفناء خيمته، هذا مكان صلاته عند الخيمة، فيقوم ناس من المسلمين فيحرسونه، تدرون وضع غزو كذا، ممكن أحد يغتال النبي.